واخيرا غادي نشارك معكم الوصفه ديال السمينه بلديه ولا اروع. من اليوم ما غاداش يبقى عندك سبه سالا ليا السمن، مابقاش عندي السمن. اول حاجه غادي نبدا خدمت بالزبده ديال تليدل دو ميسال، تكون من نوعيه ممتازه. ثاني حاجه غادي نصايب شويه ديال الزعتر بالماء طايب، نخليه حتى يطلق على خاطرو تيبرد لينا. الزبده مني كنجيبها كنخليها برا، ما كنديرهاش في الثلاجه باش كتسهل علينا العمليه ديال التدليك بحال هكا، لان العمليه شويه كتبغي واحد شويه الدليك. درت الزبده واحد نص كاس ديال الماء وكنخدمها. ملي كنكون الزبده نوعيه ممتازه ما غتخرجش لينا الحليب، كندلك بحال هكا الحليب ما تبدلوش اللون ديالو. اذا الزبده زوينه صافي، صفيتها. غادي نزيد واحد المعلقه كبيره، عند شو الماء بقى هو هذاك، زدت معلقه كبيره ديال الملحه. ما تخافوش من الملحه، ما تخافوش من الملحه. كنزيد بحال هكا كندلكها مزيان، كنبقى نخدم بيديا بصباعي حتى داك الزريرات ديال الملحه ما كيبقاوش. كيف دخل الملحه دخلات في ديك الزبده. وهنا غادي نصفي شويه ديال الماء ديال الزعتر، وتا هو كنكبو عليه، وكنبقى تا هو عاوتاني كندلك فيها مزيان باش كيدخل ليها داك الماء ديال الزعتر مزيان، كتنسم لينا صافي. وكنبقى نسقطرها مزيان. الا عندكم السمن في الدار بقى لكم على شويه، زيدوا واحد شويه معلقه. هذا السمن ديال دكالي. هنا كنبقى نزيد، ولا ما كاينش كديروا العمليه كما درتها بلا سمن. عام مني كنولدوا السمن دغيا كيوجد معانا، ومني ما كنديروش ديك الاضافه راه كيتعطل واحد شويه 3 شهور كيوجد. هنا بيدتو انا خدمت السمن ديالي في الليل، بيدتو الصباح كنسقطر هذاك الماء. غادا نبدا نخدم بواحد السباتيل، كنبدا نجمع بحال هكا وكنضربو هكا باش كنسقطرو من الماء. من الحوايج اللي باش ما يخليوش لنا السمن ديالنا يغمل، ما خصوش يبقى فيه قطره ديال الماء. وانا كنضرب بالسباتيل وانا كنهبط ديك القطرات ديال الماء تتخلص نهائيا من الماء. السباتيل كتعاونكم هنا مزيان. خليت الطبسيل واحد شويه متكي واحد الخمسه ديال الدقائق تلقيته مزيان. هنا القرعه ديالتي غسلتها ناشفه في امان الله، خصها تكون كتغلق مزيان، سواء ديال الزاج سواء ديال البلاستيك. صافي مني كنعمر السمينه ديالتي ما خصنيش نخلي الفراغات، وانا كنعمر وانا كنضرب لها على البلون طرافاي باش كيتعمر كامله. مني كمل زدت واحد شويه ديال الملحه، وغندير واحد الميكه من الفوق بحال هاد الشكل هكذا، وغنزيد عليها واحد البابي كويسون ورق ديال الطبخ. الا ما كاينش تقدروا ديروا حتى جورنا حتى هو، وصافي كنغلق عليها بحال هكا مزيان مزيان. خصها ضروري تسد مزيان القرعه. غادا نخشيها في واحد الميكه ونكمدها في واحد الزيف ونخشيها في بلاكار لداخل. وبالصحه والراحه السمينه كتجي ولا اروع.